مشاهدينا اهلا بيكم، حلقه جديده وخطوه لقدام. قبل ما نبتدي حلقتنا عايزه اتكلم معاكم عن الحادثه اللي حصلت في جامعه طنطا، حادثه التنمر. طالبه دخلت الامتحان وتنمر عليها 2 من المراقبات لان هي لابسه فستان وعشان مش محجبه. ربنا ادانا الحق في اختيار ديننا، فتخيلوا بقى ان احنا نختار لبسنا ونختار تصرفاتنا. مش لازم نكون كلنا بنعمل نفس التصرفات ونبقى شبه بعض، لان احنا هنتحاسب كل واحد فينا لوحده. فخلونا نعمل الحاجه اللي يعني نختار الحاجه اللي هنتحاسب عليها. بعدين اللبس، طالما اللبس ما فيش فيه اذى للنظر، ما فيش فيه اذى للمشاعر، ما فيش فيه اذى للغرائز اللي بنستخدمها حجه لحاجات كتير جدا، فخلاص ايه المشكله؟ فستان محترم محتشم، مفيش فيه أي مشكلة. يا ريت كلنا نخلي بالنا من عيوبنا بدل ما نبص للناس، نبص لنفسنا ونحاول نصلح عيوبنا، نحاول نرتقي بنفسنا، لأن احنا زي ما بيقولوا كده اللي بيراقب الناس بيموت من الهم، واحنا مش ناقصين هم ولا ايه؟ طبعا طبعا التنمر ممكن يؤدي إلى الموت، يعني ممكن انت لما تتنمر على حد بتجيب له عقدة نفسية. صح، بيأذيه طبعا. فكل واحد يخليه في حاله. قبل ما نبدا الفقره بنرحب بالدكتور سالم العناني، رئيس مجلس اداره شركه نيوكير. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا دكتور. دكتور، في اول فقرتنا عايزين نعرف منك المبيدات الزراعيه المستخدمه في الزراعه. اولا المبيدات الزراعيه كتير، ولكن الاول احنا عايزين نعرف المبيد. يعني ايه مبيد؟ المبيد الزراعي او المبيد الكيميائي او المبيد المستخدم في الافات الزراعيه هو عباره عن ماده كيميائيه او اكثر وتنشر في بيئة الآفة لتقضي عليها أو تحد من انتشارها أو تقلل من ضررها. ده معرفة المبيد. المبيدات لها كذا تقسيم، يعني ممكن تقسيم حسب المجاميع بتاعتها. مبيدات كربامات، مبيدات بيروسريدي، مبيدات فوسفورية، مبيدات ده تقسيم. لا تقسيمات كتير. طب احنا التقسيم الثاني ممكن بتتقسم برضه يا أحمد حسب دخولها في الآفة أو ضررها على الآفة. يعني في حاجه اسمها سم معدي اللي هو الافه تاخدها تاكلها اكل، او بالملامسه مجرد ما تلمس جلد الافه تاثر عليها. تمام. او بالتبخير، عارف الغرس بتاعت الغله اللي هي على كده عامل الشكل ده، ده تبخير تخش عن طريق الايه؟ الجهاز التنفسي بتاع الافه. وتتقسم برضه عندنا برضه في المجال الزراعي مبيدات حشريه، مبيدات فطريه، مبيدات نيماتوده، مبيدات حشايش، مبيدات رخويات، في تقسيمات كتير. لكن ده مختصر التقسيمات. طيب يعني دكتور عايزين نعرف الضرر او عايزين نقلل الضرر الناتج عن استخدام المبيدات. بصوا يا جماعه، هو المبيدات، المبيد اساسا اصول يستخدم اخر مرحله. احنا هنا مشكله في مصر، احنا عندنا الوعي ضعيف شويه للاسف، ان احنا بننقل اخر حاجه بنحطها اول حاجه. احنا في كذا طريقه ثانيه خالص غير المبيد. اخر حاجه اصول المبيد، في مثلا مكافحه تشريعيه هي سن قوانين بتمنع انتشار مثلا نقل اجزاء من الغذاء ده لمكان لمحافظه ثانيه لثالثه. في مثلا قوانين بتنص بعدم زراعه المحصول الفلاني في المكان الفلاني عشان ضرره بيبقى اكتر. في حاجات مثلا خاصه بالمكافحه التطبيقيه في المكافحه الزراعيه. يعني انا في الزراعه مثلا اصول قبل ما ازرع نحره الارض، لما بحرتها بموت الكائنات الحيه اللي في التربه اللي هي الضاره او اطوار الحشره زي ما هنشوف في الفيديو بتاع زبده فاكهه بعد كده. واخد بالك؟ كان زمان بنعمل نقاوه للقطع بتاعت القطن، كانت مشهوره جدا. البيض بتاع الافه بناخده الاول نشيله عشان نقلل الضرر، وبعدين استخدم مكافحه حيويه في حاجات ربنا وضعها في الطبيعه زي مثلا مفترسات ومتطفلات ومصيبات امراض. دي طبيعي، ربنا ما خلق حاجه خلق قصاد حاجه بتتطفل. كل ده ليه دواء؟ استخدم ده كل ده الاول، وبعد كده انقل بقى للمبيد. لا، ما استخدمش المبيد الاول. وهو ده اللي عامل المشكله، بيقلل الضرر. ده يا دكتور طبعا كل ده هيقلل مثلا 60 70% من الاصابه. ازرع في وقت معين ما تطلع المحصول في وقت ما فيش قافه، يبقى انا مش هستخدم مبيد. تمام احمد. دكتور، طيب احنا ناس كتير عايزه تعرف قطره الزراعه في مصر رايحه لفين، وازاي نقدر يعني نقول ايه اللي ممكن نعمله علشان نقول احنا هنبقى مع الناس دي اللي هي طب في الزراعه او في يعني في مصاف الدول المتقدمه. ازاي نوصل بالزراعه بتاعتنا زي يبقى نبقى زيها؟ عشان نوصل بمصر لمرحله متقدمه في الزراعه لازم اهتم الاول بالفلاح.
اللي هو ده الجندي المجهول اللي هو على راسه كل حاجه، اهتم بيه تعليميا، اهتم بيه صحيا، اهتم ان انا ادعم له المستلزمات بتاعته، ادعم له المبيدات، ادعم له الاسمده بتاعته الاول. تمام. عشان خاطر النهارده هو بيصرف، والفلاح بيقدر يصرف طول السنه، ويجي في الاخر يبيع المحصول بتاعه بدون ربح، يعتبر اللي بيصرفه هو اللي بيحط الثاني في المحصول الثاني. فلازم ادعم له. وبعدين بعد كده اتكلم مثلا على التسويق. النهارده الفلاح بيبيع المنتج من ارض، مثلا العنب مثلا بنبيعه مثلا ب 3 جنيه، بلاقيه في السوق ب 25 جنيه. الفاصل الفجوه الكبيره دي فين؟ اللي بياخدها التاجر، بياخدها التاجر. يا ريت الدوله تعمل اسواق مثلا زي اسواق العبور، وتبقى هي اللي مسيطره عليها وهي اللي عارفه الاسعار، عشان ما حدش يبقى هو بيعه بخمسه يعني. أيوة. والمستهلك بياخده ب 10، كويس معقول يعني. لكن ما بيعيش ولا بثلاثه وبعد كده استغلال. استغلال. أيوة. بعد كده مثلا افتح اسواق خارجيه، اصطنبت تقاوي جديده، اشتغل على الزراعه، استخدم دوره زراعيه كويسه. بمناسبة الدورة الزراعية، ناس كتير مش عارفة يعني ايه دورة زراعية، عايزين نعرف من حضرتك بشكل يعني بسيط الناس تقدر تستوعبه ايه هي الدورة الزراعية. هي الدورة الزراعية كانت موجودة اصلا منذ فترة، واتلغت من حوالي 3-4 سنوات كده. الدورة الزراعية يعني ايه؟ يعني انا هحط محصول وازرعه تاني امتى؟ الدوره اللي بياخدها التتابع بتاع المحصول من النهارده لحد، والدوره دي بتبتدي بدوره سنوية يعني كل سنتين. يعني مثلا هزرع مثلا ذره السنه، ما يزرعش الا بعد سنتين. بعد سنتين. من سنتين لسبع سنين، في دوره سنوية ثلاثيه لحد دوره سبوعيه. دي معنى كلمه دوره. وطبعا دي فوائد كتير. اولا كل محصول بيبقى له عنصر شاره فيه شويه في الغذاء. يعني ايه مثلا؟ زي الرز مثلا، ميه بيحتاج لا ده ميه، لكن بيحتاج زنك، عنصر زنك مثلا بكثره. لما ازرع رز الارض التربه هتفقد عنصر زنك، مش هلاقيه في الارض، يبقى انا بحافظ على خصوبه التربه. وبحافظ على توزيع العائد للفلاح. واخد بال حضرتك يا احمد؟ يعني ايه؟ يعني النهارده هو كل سنه بيزرع خضار، طب ما سنه بيخسر، بعد سنه بيكسب، سنه بيخسر، لا انا انوع له المحاصيل بتاعته. صح. عشان يبقى العائد بتاعه يعتبر ثابت. طب يا دكتور، اي محصول لازم نريح بعدها سنتين؟ لا مش اي محصول، هو دي دوره بتحطها اعضاء. الدكتور قال ان هي يعني الدوره دي بتحطها وزاره الزراعه. بناء عن ايه؟ بناء على كل محافظه لها دورات زراعيه، الارض الرميه طبيعي. الارض الرميه حضرتك، الدوره دي الوزاره بتحطها عن طريق خبراء متخصصين. بحطها على مبادئ كتير، والفلاح بيمشي يعني عليها. الدوره دي الوزاره بتحطها مش خاصه بالارض يعني؟ لا ما بتحطها، تطبق هي حسب طبيعه الارض، حسب في ارض ايوه طينيه اكتر. دي لها مجموعه محاصيل معينه. دي الحاجات دي بتحطها الوزاره بناء على خبراء. يعني في حاجات ما ينفعش تتزرع فعلا في الارض الطينيه، لازم تكون طبعًا مثلا رمليه يعني والعكس. مثلا في محاصيل بقوليه بتصاب بحاجه اسمها الهلوك. الهلوك ده ما بيطلعش في الارض الا في 3-4 محاصيل. ما بقعدش ازرع كل سنه نفس المحصول. أيوة. والا هتبقى في وباء اسمه الهلوك مثلا. او الحمول او كده. فلازم ننوع عشان خاطر الامراض. وده على فكره برضه بتساعد في موضوع الافات. الدوره الزراعيه بتساعد في موضوع الافات، بتقضي عليها او بتقللها يعني. يعني في ناس مثلا في حديقه ولا بتاع يزرع مثلا موالح وخوخ وجوافه مثلا. دول بدائل كلك لافه واحده اللي هي زبوبه الفاكهه. يعني انا بقول لها اطلعي من هنا خش هنا، بطلع هنا خش هنا. لا، لو في دوره زراعيه مظبوطه صح، يبقى خلاص انا حافظ على التربه وحافظ على العائد بتاع الفلاح وحافظ على موضوع الافات. طيب احنا معانا تقرير هنشوفه ونرجع تاني. ومعانا برضو أسئلة عندك. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت يعني بالمناسبة ان الدكتور هيبقى معانا ان شاء الله في الموسم الجديد فقرة عن الزراعة بإذن الله، هتبقى فقرة مخصصة كده برضو نحاول نفيد الناس الزراعيين والناس اللي مش زراعيين. دكتور احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت او في الاستضافة اللي فاتت عن المنتجات الأجنبية، عايزين نعرف بقى شركة نيوكير اللي حضرتك رئيس مجلس الإدارة بتاعتها، تمام، البدائل المصريه اللي بتقدمها للشركه، لان احنا برضو نشجع صناعه بلدنا بكل فخر، صنع في مصر طبعا. اكيد اكيد طبعا. فاحنا عايزين نعرف من حضرتك البدائل المصريه اللي بتشجع بها صناعه بلدنا اللي حضرتك بتنتجها. احنا بدايه اول ما جينا نفكر في شركه نيوكير ونفكر ازاي ان احنا نحط البدائل، طبعا السوق فيه بدائل كتير والنبات بيحتاج عناصر كتير، ولكن احنا حبينا نشوف احتياجات النبات ايه. بدايه المجموع الجذري اللي تحت ده بيصاب بالامراض، اعفان وامراض الوتودة وحاجات من دي. طيب عملنا حاجه اسمها وايت روتس، وقائي للاعفان، اسيتات نحاس، دي بتعمل وقايه للمرض وفي نفس الوقت بتنشط المجموع الجذري، وكمان فيها جزء كده طرد املاح.
ده الوايت روتس. يبقى بدينا النبات من ايه؟ من تحت التربه. طلعنا محتاج النبات يدي نمو خضري، لازم يدي نمو خضري ويدي هيكل عشان خاطر يدي زهر بعد كده. وفيها بعدين في نباتات ورقيه اساسا اللي بيستخدم فيها الورقه، زي مثلا الملوخيه مثلا او السبانخ الاستخدام بتاعها ورق، فلازم عايز مجموع خضري كويس. فعملنا حاجه اسمها جرين كير، نيتروجين مع عناصر صغرى مع عناصر كبرى، مع مجموعه احماض امنيه وسيتوكينات، ده عشان تدي نبات اخضر. طيب النبات الاخضر خلاص عدينا مرحله النمو الخضري، عايزين مرحله بعد كده النمو الزهري. حاجه ندي حاجه للنبات دافع تزهير عشان يدينا الزهر اللي هي هتدي الثمره. عملنا حاجه اسمها فلاور كير، دافع تزهير، فوسفور مع بوتاسيوم مع مجموعه طيب حاجات تانية. دكتور اصعب مرحله في المراحل دي كلها الزهريه، تاخد وقت اطول الزهر. يعني زي كده يعني بصي ده اهم حاجه، اهم حاجه مرحله التزهير. والنبات بيبقى فيها اضعف حاله النبات في فتره التزهير، زي لذلك كده زي الطفل برفعه مراحل. لذلك عمل لك بعد كده مركب اسمه كالسيمورو كالسيمبور، مثبت العقد بقى دي. جو حر، في رطوبه، في جو مش مظبوط، فالزهر ده ممكن يقع، ولو يعني وقع يبقى كده المحصول بحاله راح. دي اكتر مرحله الفلاح بيخاف منها. ولو عدت على خير يبقى تمام. اللي هي مرحله الزهر دي. طيب. ثبتنا العقد بالكالسيما كالسيمبور كالسيمبور. بعد كده هنعوز الحبابه تدي حجم. في ناس تقول لك الحبابه دي كبيره ليه، ده واخده هرمونات. لا لا لا، في بوتاسيوم كويس زي استاذ بوتاسيوم اللي احنا اللي هو بيك فروت بتاعنا وغيره كتير يعني موجود، بيدي حجم الثمره، خلي ثمره كويسه وفي نفس الوقت مش ضاره. قبل طرح الثمره بقد ايه بقى بتاخد المنتج ده؟ مع بدايه بعد العقد على طول، بعد العقد على طول. والكالسيما برو ان ده بيستخدم عند 70% من تساقط البتلات، حاجه اسمها بتلات كده اللي هي الزهره صغيره تقع نرش ثبت. وبعد العقد مباشره بستخدم البيك فروت للبوتاسيوم. دكتور احنا بنشوف مثلا في ثمار سواء خضار او فاكهه بنشوف حجمها مش طبيعي او شكلها بيبقى غير الطبيعي، يعني في حاجات مثلا بتكون صغيره بنلاقيها كبيره جدا او العكس بتكون كبيره. ايه السبب؟ ايه اللي بيخلي المحاصيل تبقى كده يعني؟ وحتى الطعم والريحه كمان بتبقى مختلفه. هو حاليا استخدام الاسمده بقى بشكل واسع جدا، الاسمده اللي هي المعدنيه. الاول كنا بنستخدم السباخ البلدي مثلا، الكومبوست، حاجات اللي هي الثانيه دي. بعد كده المبيدات بقت بكميات كبيره برضو. بعد كده في حاجه بتخش في التلوين وتسريع النمو. يعني في حاجه فعلا بتكبر الحبايه. بالمناسبه احنا مثلا بنجيب بطيخ، تمام؟ لا البطيخه يعني حمراء بس ناشفه. ايوه جامده كده يعني، لا بتبقى طعم. لا البطيخ ده مشكله تانية خالص. البطيخ حاليا طلعوا حاجه اسمها او عملوا حاجه اسمها بطيخ مطعوم. يعني ايه بطيخ مطعوم؟ لا دخلتنا في موضوع تاني. لا طعمه بنجيب اصل الكوسي، نبات الكوسي. ايوه وبنقرطه ونطعم عليه البطيخ. معقوله؟ عشان كده. ايوه مش طعم بطيخ خالص. لان الجدر بتاع الكوسه قوي بيقاوم الامراض، جدر البطيخ ضعيف. فاحنا بنعمل حاجه ميكس كده، بدخل الطعم ده على الايه، على الاصل بتاع الكوسه، فبيدي الطعم اللي حضرتك بتشوفه. طيب. تمام. دكتور بما اننا بنتكلم على نيو كير، عايزين نسال عن مركب الايجينال اللي هو بيستخدم في مقاومه ذبابه الفاكهه. ايه هو وازاي بيشتغل؟ يعني ازاي بيدع الذبابه؟ التكنيك بتاعه يعني ازاي بيشتغل؟ تمام. بص حضرتك، هو للاسف الثقافه بتاعتنا ثقافه هات المبيد من عند الراجل بتاع المبيدات او عند مهندس المبيدات ورش. الكلام ده مع ذبابه الفاكهه في الغالب مش هيبقى صح. ليه؟ لان الافه بتيجي من محاصيل من اراضي ثانيه مجاوره، بتخش ذبابه كامله زي ذبابه المنزليه كده. بتيجي طاير فبتصيب. وبعدين طب دكتور احنا معانا فيديو الشرح ده. الشرح يبقى الشرح معانا. ايوه دي ذبابه الفاكهه. أيوه. دي ذبابه فاكهه البحر الابيض المتوسط. تمام. الاصول بقى ان هيحصل فيه تزاوج عشان تتفاجئ في موضوع وضع البيت. ايوه دي الانثى ذبابه الفاكهه. تمام. اسمها سيرتاتس كابيتاتا. دي قرون الاستشعار. دي آلة وضع البيض اللي هي بتحط فيها البيض في الثمرة بعد كده. ده التزاوج. تزاوج ذكر وانثى في وقت تلوين البرتقال. يعني البرتقال بتبقى ايه لونها بدي لون. لو خضرة خالص ما بيبقاش فيه اصابه، ما بتبقاش موجوده. حتى واضح اللون ان هي مع يعني بتبدا الاصابه بعد لما يتغير اللون مع بدايه التلوين. الانثى بعد عمليه التزاوج دي بتحط البيض في بقى
بتحطه بمؤخره بآله وضع البيت اللي في مؤخرتها دي مش بالفم بتاعها. ودي حاجه يعني مختلفه عن معظم بتلف هي كده، بتحط البيض، بتحط في طبقه اسمها الالبيدو تحت القشر. ايوه ده مظهر الاصابه، ده لو حد في الحقن بيبقى شكلها كده. بيبقى شكلها ده البيض ده بيفقس. دكتور بيفقس بيبقى يرق. البيض ده بيفقس بيبقى يرق، دي يرق دوده يعني. بدات ايه تظهر فيها ايه المعالم بتاعت الدود. الدوده دي بتبتدي تتغذى وتتجول تحت القشره كده لحد ما تخش على الفصوص بتاعت البرتقانه مثلا. دي برتقانه بتخش وتتغذى. اليرقه القافه بتحط 300 بيضه، وده في الثمره الواحده من 300 لاكثر كمان. طيب. بس احنا خلينا في المتوسط. دي ادى اليرقه كبرت اهي عن الاول. ده دول 300 في ثمره واحده. طبعا بتبقى باينه خالص الثمره، شكلها مختلف خالص عن الطبيعيه يعني. بيبقى فيها بقع كده، ولو اتكيت عليها تطلع ميه. ضغطت عليها تطلع جزء ميه. طب دكتور والفيديو شغال، انا لو مستهلك واشتريت مثلا البرتقاله. لا تمام يا حاج، بس نكمل دور الحزمه بتاعك الاول عشان بس ايه. بعد كده بتخش في مرحله اسمها مرحله العذراء او العذراء. بتطلع على حرف السمره وتقفز كده، تعمل جمز كده حلو في التربه، تنزل تحت التربه. تعمل ده اليرقه بتاعت الزبابه. بص شوف حضرتك اهي قفز كده، هتخش تحت التربه بقى. طبعا. تخش في تور اسمه تور العذراء، ده تور شرنقه كده ما بتحسش باي حاجه خالص. يعني العمليه التشفيريه بتاعتها ثابته كلها. هي موجوده اهي داخله اهي، قاعده الشرنقه بتاعتها. وبترجع تاني بقى. وبعدين تطلع بقى ذبابه فاكهه صغيره تاني. ما بنخلصش منها يعني. دورتها كلها 25 يوم وتعمل اصابه تاني. وكل 300 بيعملوا 300 تاني. دكتور احنا عارفين ان هي اخطر افه ممكن تصيب المحاصيل الزراعيه صح؟ طبعا هي اخطر افه على الفاكهه عموما. على الفاكهه. الفاكهه عموما. وخطورتها بتيجي فين؟ بتيجي من مشكلتها في التصدير. هي بتحط البيضه وتفقس خلاص، ما بتبقاش باين الاصابه. بنعبي ونبعد بره، تفقس في الطريق. دي مشكله بقى. اليرقات تتحرك في الطريق، ترجع تاني. يعني بتتصدر حتى لو هي موجوده مش ممكن ما تشوفهاش في الاول. بعدين بقى على بال ما توصل الشحن هناك. يكون اليرقات يجي هناك الراجل الاجنبي يفتح بتاع يلاقي الدوده. بس استنى عندك. طيب رجع بقى. كل ده تاني. دكتور انا مستهلك، تمام، وراح اشتري من السوق. عايز اعرف ان مثلا البرتقال اللي انا بشتري ده هل كان فيه ذبابه ولا لا؟ لان انا ساعات مثلا اشتري برتقال الاقي فيها القطع الحمراء اللي حضرتك بتقول عليها او القطع الغامقه دي. هل دي برضو بيكون لها ضرر؟ واعرف ازاي ان كان فيها ذبابه ولا لا؟ هو في ناس كثير يعني من اللي بيستهلكوا الحاجات دي يقول لك انا خايف ياكل الدوده. هي اول كلام مش هتحصل حاجه، لان هي لازم تكمل دوره حياتها في التربه. فكده كده لو اكلها بتموت كده بقى، كده كده ما فيهاش ضرر. ولكن انك تاكل ثمره معلش يعني غير مستصاغه في الاكل او مش كويسه، طعم غريب مش حلو. طب الفلاح انت بتعرفها من اليرقه يا احمد، لو تشيل بسكينه بسيطه كده وتشيل كده هتلاقي في ايه اليرقات البيضاء اللي موجوده. طب الفلاح يعني يتجنب ده ازاي؟ يعني يكتشفها من بدري ازاي ويواجهها؟ سؤال الفلاح اللي هو صاحب الارض. ايوه طبعا. لا الفلاح لا سؤال كويس. في مصايد اسمها مصايد فرمونيه. دي بتعمل بتشوف التعداد الموجود في الحقل. وبعدين بقى مصايد اللي هي بالايجينال اللي احنا ما اتكلمناش عنه لسه، الظاهر مش هتكلم عنه. لا نرجع له تاني. ففي مصايد بقى اللي هي الفرمونيه دي بتصيد الذكور بس، وبتقول ان في اصابه او ما فيش. تمام. في اصابه بستخدم المصايد او استخدم الرش الجزئي، اللي هو فكره ان احنا ما نعملش متبقيات مبيدات بره، لان اللي بره بحلل. بياخد بنبعت له الاول شحنه يحلل يشوف في نسبه، لو في نسبه ما بياخدهاش. عايزين بقى نتكلم عن الايجينال. نرجع له بقى. ايوه الوقت بتاعنا. الايجينال ده ماده جاذب غذائي ما فيش اي ضرر نهائي. بنحط عليه جزء صغير من المبيد. تمام. يعني الفدان الخمس فدادين كله بياخدوا 500 سم يعني نص لتر من المبيد. لو جيت تحلل ما بيتكسر بسرعه. بناخد 2 لتر من الايجينال او لتر ونص على 17 لتر ونص ميه، بحط معاه نص لتر ملاسيوم وبرش خط واسيب 2. كل شجره بتاخد حوالي 100 سم من الجهه البحريه في التلت العلوي من الشجره. لو تجاوز النسبه دي في اي حاجه ممكن. لا هو نحافظ بس على نسبه الايجينال ونسبه الموبيل. لكن في الرش عادي لو الراجل خف. حضرتك الشركه بتوفره على مستوى الجمهوريه صح؟ بتوفر على مستوى الجمهوريه وبسعر مناسب. ده نظام هو
كان بيستخدم في الشركات الكبرى بس، لكن احنا عايزين نعممه على كل الناس. للفلاح اللي هو يعني الفلاح العادي، لان هو الشركات الكبيره كانت بتستخدمه باسماء ثانيه، ولكن عشان خاطر التصدير، فاحنا عايزين نحافظ حتى على المواطن المصري. يعني بتاع التصدير ياخد حاجه نظيفه والمصري ما ياخدش حاجه نظيفه، لا احنا نحافظ عليه بالايجينال دوت، مش هيبقى في متوقعات ان شاء الله. دكتور باذن الله هيكون معانا استضافات جايه كتير، مواضيع مهمه جدا يا دكتور وشيقه يعني بصراحه. كلام عن الزراعه والله جميل. أيوة وطلع جداً. طلع جميل الصراحه. ايوه ما كناش عارفين. لا لا احنا فعلا في نهايه الموسم حابب اشكر الستايليست ابانوب غالي والستايليست ميري سلامه، وحابب اشكر مصفف التجميل محمد تميمه، وحابب اشكر برضو الرعاه السبونسر اللي معانا شركه نيو كير وشركه ويلو كيدز تمام على المساهمه، وحابب اشكر جمهورنا اللي هم دعمونا، واشكرك يا سام مكافحه النجاح والله وبقول على الهواء يعني مكافحه النجاح. انا بشكرك ان شاء الله، ونستنونا في سيزون جديد، ونوعدكم باذن الله ان احنا نعمل مواضيع جديده ونكون مختلفين، ويا رب نكون اسعدناكم، ويا رب كمان نسعدكم في السيزون الجاي ان شاء الله، واستنونا جايين تاني وخطوه لقدام. وخطوه لقدام.